الله لا يعطي العافية. لك شو أعمال؟ كتف يا قاسم. إن شاء الله خير. إن شاء الله خير. قاسم. تفضل تفضل سيدي. الله يسلمك ولا يورجيك مكروه. الحمد لله الله قدر ولطف. مع السلامة. الله معك. رسمي بيك. ألو نعم. أهلا أهلا. الله يسلمك. لا والله موتور. إيه مسكوه مسكوه. ولو الله يخليك. مع السلامة. رسمي بيك انت. الحمد لله على السلامة رسمي بيك. الله يسلمك دكتور. طمني شو صار معي؟ يا سيدي اطمن. عندك رد خفيف على صابونة الرجل اليسرى. وخلع بسيط بالكتف. وشلون بدي وقع معاملات الناس هلا؟ شلون؟ معكن حق. لانه ايدكم بدها شي 10 ايام استراحه على الاقل. بس بهالطريقه رح تتعطل مصالح الناس. وما في حدا ينوب عنكم بالتوقيع رسمي بيه. اعوذ بالله شو عم تحكي انت؟ انا ما بسمح لحدا غيري يوقع بنوب. بنوب ما بسمح. وامتى بتحبوا تطلعوا من المستشفى؟ حدد الوقت ونحن بامركم رسمي بيه. لسه في شي خطوره على حياتي؟ لا 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 ابدا. معناه جاي على بالي اطلع بكره. ايه مثل ما بتأمروا بس لازم ترتاحوا 10 ايام على الاقل. ها انت بتعرف انه رسم بيك اخذ اجازه مرضيه 10 ايام ما هيك؟ سلامته يا سيدي سلامته. وبتعرف انه مصالح الناس تعطلت وخسرنا خبره رجل خبير ومكافح ل 10 ايام. ولي على قامة قلبي عليه ولي على قامتي. ما بيستاهل يا سيدي والله ما بيستاهل. انت لازم تشكر ربك انه رسمي بيك ما تأذى ولا كان شغلتك صارت كبيرة. كبيرة كتير. ايه مزبوط. الحمد لله والشكر لك يا رب. يا رب الحمد لك والشكر. هات لشوف احكي لي بالتفصيل شلون صارت الحادثة. يا سيدي كنت رايح على فيلة رسمي بيك مشان صلح مرشات الجنينة.